ظاهرة الوتق تظهر بالأسكندرية وتثير رعب الكثيرين، وإليكم التفاصيل كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة الوتق تظهر بالأسكندرية وتثير رعب المواطنين. لو أول مرة تشوف القناة فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلك مني كل جديد. على مدار الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت حدوث أمر نادر وغريب للغاية في سماء مدينة الأسكندرية، وفسر البعض الأمر باسم ظاهرة الوتق التي ذكرت في عدة آيات بالقرآن الكريم. وسريعا ما انتشرت مقاطع الفيديو وصد دهشة الجميع بالظاهرة الغريبة التي تزامنت مع موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، من سقوط أمطار وحدوث رعد وبرق وغرق العديد من الشوارع بسبب كثافة المطر. وظاهرة الوتق التي أثارت اهتمام الجميع وتعرف باسم قنبلة المطر، فسرها المركز الليبي للأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأنها عبارة عن تفريغ الماء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية. سبحان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.